Hi. Mashu. حصلتي المسج؟ اي بس لحظة نفسها انت حصلتها؟ هاي نفس المسج. انا حاسس اليوم بيكون يوم طويل ويوم وايد حلو. انا متحمسة بس بدي اعرف، ما بحب هيك، بدي اعرف وين رايحة. يلا اليوم بناخذكم شيء وايد حلو، اكد 100% بتستمتعون في حلقة اليوم وبنشوف احنا وين رايحين، كأننا ما انتم عايشين ويانا، بناخذكم ويانا. شو رايك؟ انا رايي من رايه، خليكم معنا، حضروا الحلقة كلها لانه نحن اكيدين انه حتكون حلقة كثير حلوة. شو رايك اليوم رني، وين رايحين؟ شفت هالانفلوب، ما بعرف شو في بقلبه، افتحه لنشوف شو مكتوب. اغلى رحلة سيارة اوبر، شو بتكون؟ واو، ما اعرف انها تكون سيارة ويمكن طيارة. يعني اغلى رحلة بسيارة اوبر، شو بدها تكون هالسيارة؟ اوه وين ما بدك بس سيارة. بس هذا وصلنا الانفلوب، بس هذا الانفلوب وصلنا. الحين رايحين نشوف شيء ثاني ونجرب شيء ثاني. سورينيه هذه السيارة، اوكي تخيلي من اسرع السيارات الاس يو في في العالم. تخيلي بتشحنيها بس بالليله الوحده، تروحين ابو ظبي وترجعين 3 مرات بدون ما تخلص شارج. Excuse me. Yeah. How do you get this book, this car? By Uber. By Uber. But how? When you open the Uber application, there is an option for Tesla. How many cars of this that Uber has? We have 50 cars right now, but within few months we have more 75. I love the way you're dressing. Thank you so much. With the glasses, you look very professional. It's to be a driver for a celebrity. Yeah, they dress only for Tesla drivers. For Tesla drivers. Yeah. Can we take a break? Yeah. Chill. Helicopter coming. في طيارة يا رجال. That's how they think though. ما تقلها الطيارة إلنا. يمكن ويمكن لا. He's the tallest. 55. أقول إن شاء الله ما تخاف. Good luck. لا بنطير. ما أعرف وين رايحين بس بنطير. سألت عن الأسعار، يعني الصد ما يغلى عليكم. يصوروك وانت طالع ويصوروك وانت نازل، ولو حبيت الصور تقدر تشتريهم. فشو رايك نشتري وحده او اثنين؟ انا وايد حبيت صوري. كم صورة نقيت؟ شكلي بشتري 3 أو 6 حق السوشيال ميديا. دوم نبتسم. شو رايك؟ ها؟ واو. انا وايد اتفاجأت الصراحه، لاني اول شيء كان عبالي ان احنا رايحين بالسياره بس، وانا سالت اللي يشتغلون هناك، طلع ان هذه الهليكوبتر يقدرون ياجروها الناس كلهم. تعرفين ان دبي وايد حلوه من داخل، ان تشوفين المباني بس بعد يوم تطيرين فوق المباني شيء غير. ثانك يو اوبر، ثانك يو سو ماتش. شكرا اوبر، شكلي بجربها مرتين 3 و4. تعرفين زحمه دبي. شو رايك وين رايحين؟ فايتين هلا عم نفوت على الاتلانتس. ها؟ احنا في اتلانتس، اوكي، بنجرب شيء وايد حلو. انا بقول مطعم، انا اقول بنشوف من اغلى الغرف اللي عندهم او اغلى سويت. وايد ناس وايد معروفين صاروا في الديس. سمعت انا كثير مشاهير بيجوا. تعالي خلاص. اوكي ويت. We actually have a very well-known celebrity that stays in the suite quite often. Who stays in this? Comes to Dubai. This is the only suite that is. Yes, Kim Kardashian. Amar, what are you doing? Amazing shower. Can we play a game before we leave? Welcome to Dubai. No? A dinner reservation, so yeah. You can change in this room, and then Renee, I'll take you to the master bedroom. Okay. خليهم يتريوني لأني وايد تعبان، لأن تعرفون البنات أصلاً يوم يدخلون يغيرون أو شيء يبالهم ساعة ونص لما يخلصون. هالوقت واخذ لي نوم. Best restaurant, best seafood, best chef, because I'm really starving. Please follow me. Welcome to my kitchen. All right, what you like me to cook for you? A burger. Huh? You can do that. We don't need chef. بشرح لكم كل شيء على الكيتشن. هذا الشيء اللي هو ما أعرف شو هو. روائح ولا اروع. خلينا نروح للشيف لانه هو بيشرح لنا كل شيء، انا ما اعرف كل شيء. My favorite section sweet. قاعد يوعني زياده وزياده كل ما يتكلم عن الطعام. You can't eat those, right? And what it tastes like. بجرب اكل وردة اول مرة. Bon appétit. Can we take it outside and taste it? Yes, of course. I will bring it myself. أنت بس همك تاكل عشان جوعان. وايد جوعان، جوعاني زيادة. فنان. طريقة التحضير والدنيا عنجد انا وايد تعبان كثير بس كان هذا تستحق لانه من جد واحد يقضي بهيك محل مع هيك ستاف والاكل اللي اكلناه وفي اذا اي حدا بتتذكر شو قالوا مثل ما تركوا لنا النوت اذا عندكم مثلا انيفرسري اذا عندكم عيد ميلاد حدا بينزلوا بحطوا لكم هيدي النوت كثير حلوه لا تنسوا ان اتلانتس اعطونا عشاء حق شخصين نعطيهم اي حد من المتابعين اللي بيكونوا عندنا في الكومنت لازم تسوون كومنت ولايك عشان نختار واحد نعطيها العشاء اللي بيجنن الصراحه. ثانك يو اتلانتس. شكرا اوبر وشكرا لكل حد ساعدنا ان اليوم نسوي هالخطه الكامله وجربنا هالاشياء اللي وايد حلوه لازم تتريونا صح بالحلقه الجايه لان بنسوي شيء احلى كل مره في شيء احلى واحلى فسبسكرايب وكومنت ولايك لو عجبكم الفيديو مال اليوم وقولوا لنا شو رايكم وين تبون نروح وشو الشيء الغالي اللي سمعتوا عنه بس ما شفتوه ولا جربتوه بنروح وبنقول لكم شو راينا